تفضلي. لو سمحت فيني شوف ميرزا ساروها؟ ممكن هويتك؟ اسمعوني، أنا مضطرة أني أقابل ميرزا ساروهان ضروري كتير، يا ريت تنادوله مشان يجي لهون، الموضوع مهم. ما منسمح لك تقابليه قبل ما أشوف هويتك. ميرزا! وقفي شوي، شو عم تساوي؟ وقفي يا ربي، رجاء لازم أقابل ميرزا ساروهان، الموضوع كتير مهم، بنتي بحاجة مساعدته. ممنوع تفوتي بلا ما أشوف هويتك. هو الوحيد اللي بيقدر إنه يساعد بنتي. لك مو هي السجينة الهربانة؟ فوتوها يلا. لا اتركوني، لازم روح، اتركوني ميرزا. ايه وين ممكن تكون راحت؟ ما عندها مكان تروح له. رح روح دور بالاماكن اللي شفتها فيها، وانت خليك هون، حاول تسأل الناس بلكي شي حدا شاف لوين راحت. يلا بشوفك. سلام. بهار خانم، ممكن نحكي رجاء؟ أنا مستعجلة شوي، إذا بتحبوا خدوا موعد للمعاينة بكرة. القصة مو قصة مرض. ملك كيرمان، من وين بتعرفيها؟ ليش سألتني هالسؤال؟ مين أنتو؟ إيه؟ بلا لف ودوران، أنت وين خبيتي مرتي وابني؟ أحكي. اهدى جمال، وانا كمان كتير تعبت. احسن شي نرجع لنفس المول، بلكي العم ميرزا والخالة بهار اجوا لهنيك مشان يدوروا علينا، مو هيك؟ لو سمحتي يا اختي، في مول بهي المنطقة، وين صار بالضبط؟ امشي بهالاتجاه بتلاقيني. ماشي، شكرا لك. يلا احكي، ليش عم تطلعي هيك؟ علي، انت وين خبيتي اليوم؟ ما بيهمني ابدا مين ما كنتي تكوني، والله بقتلك هون، فهمتي؟ خلاص اهدى اخي، خليها تقول وين مرتي وابني. طيب انا بترجاكي، رجعي لي مرتي وابني، تمام؟ علي اهدى شوي. شو عم يصير هون؟ يلا امشي لشوف، رح توقعنا بمشكله. يا ربي، انت شو عم بتساوي؟ مفكر رح اجاوبك بالتهديد؟ كنت رح خليها تحكي لو ما اجى الرجال. ما عم تعرف تتصرف، اسمع الكلام. مليت من اني ضل اسمع كلمتك، تمام؟ انا بتصرف على كيفي. علي، كل شي في له طريقة للحل، فهمت؟ اذا زهرة وجمال ما كانوا عند هاي المرأة، هلأ رح تخبيهم بسببك. انت عم بتصعب الامور. أنا مو مثلك أخي ديفران، ما بضيع الوقت مع النسوان،
علي جنيت لسه لازمك فت خبز كتير لحتى تصير رجال ولك بتساوي مثل ما بقلك اصحك تعارض كلامي فهمت كازين قول للولاد يوقفوا شوي ما خلوا شي بمحله أزال ديفران اعدوا بقى حاجة ركض تركوا الولاد يلعبوا لا تضغطوا عليهم لولا وجودهم ما بيضل في أي قيمة لهالقصر والله تعبوني كتير يا أمي بس بيستاهلوا نتعب من شانه مش كنتي مفكرة سهل تكوني كنة عيلة كرمانيا بهية إن شاء الله بيضل هالباب مفتوح وبيستمر نسلنا وما بتنشف ميتنا جمال هو رح يستمر بنسلنا يا أمي هو رح يرجع مجد عائلة كرمان أمي نوجي خير لازمك شي ليش مهمومة وزعلانة؟ شو بدي أحكي لأحكي يا فاطمة؟ جذور سلالة عيلة كرمان عم تيبس قدام عيوننا اشتقنا لنسمع صوت الأولاد طلعي شلون هالمكان فاضي وما في حدا هون أنا حاسة إني صرت لحالي ما عم اسمع غير الصدى بهالمكان أمي نوجين حفيدك جمال موجود ورح يرجع لك بخير وسلامة رح ترجعي تشوفيه بهالبيت هو أملي الوحيد أساسا الله يحمي لنا إياه ويحفظه ويرجع بسلامة لهالقصر ويكبر ويلعب هون بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله اهدى يا جمال ما ضل كتير شوف هديك البنت قالت لي إنه بلاقي المول قدامي وهي وصلنا على المول يا جمال إن شاء الله الخالة بهار والعم ميرزا يكونوا عم يدوروا علينا إن شاء الله زهرة زهرة أخي اسمعي أنت وين كنتي؟ صرنا منيحة مندور عليكي أمي، أنت إجيتي؟ وين هديك البنت؟ بغرفتها شي؟ ضاعت بالمول كيف يعني؟ مثل ما قلت لك، ضاعت مني بالمول واختفت دورت عليها كتير بس ما لقيتها طبيعي لأنها ما أنا متعودة على هيك أماكن خلص، مو مشكلة بعرف أنك زعلتي لأنه ما أخدتك معنا بس جبت لك شي اشتريت لك البنطلون اللي كان عاجبك ورجيني هلأ كيف رح تهربي من هون فشلت مرة تانية
ما قدرت وصل لميرزا. يا ترى شو وضع زهرة وجمال؟ شلون رح أقدر لاقيها؟ والله سيدي كتير رح ينبسط هلأ، كان كتير قلقان عليكم. ألو، شو صار معك؟ قدرت تلاقي زهرة؟ إيه لقيتها وهي معي. سلام. جازيمنت. ايه عرفتني، برافو عليك. لك انا كم مره قلت لك لبقى تجي لهون يا مره؟ بس يا زوجي. ماني زوجك، لبقى تقولي يا زوجي، لا تقولي هالكلمه ابدا. ايه تمام، لا تصرخ علي، ما عاد اقول هالكلمه. منيح، قولي شو بدك وروحي. اليوم عمتي قالت لي انتو تزوجتوا بس ما اجيتوا لتاخدوا البركة من الام نوجين وتبوسوا ايدها. استغفر الله العظيم، يا ربي صبرني. وانا قلت لها اليوم انا وزوجي بس يخلص شغله منروح لنبوس ايدها للام نوجين ومناخد بركتها. ايه ما بدي، افهمي انا مستحيل روح معك على اي مكان. كأنه نحن متزوجين عن جد لحتى نمسك ايدين بعض ونروح ونجي سوا. ايه هاي الحقيقة، نحن متزوجين ولا عم تلعب علي؟ انتي يلي لعبتي اللعبة علي انتي، بس انا هلأ عم اشوف كابوس بيخوف وبتمنى يجي هداك اليوم يلي فيق منه. يعني ما بدك تجي معي لنبوس ايدها؟ ما بدي اجي. انت متأكد؟ ايه متأكد. ايه معناتها بهاي الحالة انا رح اتصل باخواتي وقلهم حلمي ما بده يرافقني لنروح ناخد بركة كبارنا وهو ما بيحبني ابدا. شو رأيك؟ لا بقلك كتير، تلبسي بالهنا. شكراً أمي. هالبنت كانت كتير تستفزني، قال شو بدها تحضر الفطور وتتقرب من أبي، منيح يلي انقلعت. أنا كنت مزعوجة من وجودها بس ما قدرت أحكي لأنه يلي جابها. ها إجا أبوكي، أنا بفتح. خالي بهار أنا عن جد كتير بعتذر، ما بعرف شو اللي صار، فجأة ضيعتك وما عادت لقيت. ألف مبروك، الله يوفقكم، إن شاء الله بتخطيروا على مخدة واحدة. آمين. لا أمي نوجين، كل واحد بينام عن مخدة. عرفوا قيمة بعض يا أولادي، إن شاء الله بعد فترة بيجيكم أولاد وبتصيروا عائلة كبيرة. يجينا أولاد؟ ايه طبعا، البيت بدون أولاد مثل الشجرة اللي ما لها أغصان، بتكون يابسة ووحيدة وجذورها بتبلش تموت والريح بتكسرها وبتخليها توقع. الشجرة اليابسة
ما بيكون إلا أي فائدة غير للحرق وبس. خلينا نتسابق بالسيارات. ايه يلا. ايه وقفوا هالمسخرة، صرعتوا راسي، لعبوا شي لعبة تانية. روزغار تعال لهون، هاي البنت مأملة، اصح كنت قربوا منها يا أولاد. انا مأملة؟ لا أبداً ماني مأملة ولا شي. شلون بدي أخلص من هاي المصيبة؟ أمي تعالي بسرعة. شوفي بيلين شو صاير؟ زهرة طلعت مأملة. شو؟ أمي ساوي شي بسرعة، خليها تروح من البيت ولا بتعدينا بالأمل. البيبي عم يبكي. روزغار أصحى، أخوها بيكون مأمل كمان. بيلين معها حق بهار خانم، إذا ما عالجناها بسرعة ننعدها كلياتنا. ييه شو هالمصيبة. طيب خديها على الحمام بسرعة وغسليها بشامبو ضد الأمل. يلا. حاضر امشي امشي. يا رب أنا بترجاك تحميلي بنتي، احفظ لي إياها ورجعها بسلامة واجمعنا أنا وهي وجمال. خلي ميرزا يلاقيهم ويساعدهم يا رب. بترجاك يا ربي تساعدنا وتطلعنا من هالمحنة. كيفك سيدي؟ الحمد لله منيح، وانت كيفك؟ الحمد لله منيح ودائما بدعي لك. طمني ان شاء الله شغلك تمام. فاضل اشوف. الحمد لله شغلي منيح. يستمو يعطيك العافية. وقفي شوي وحاجة تنقي. فكرتيني مبسوطة وانا عم نظف لك الامل ووسخك. تركيني أنا بمشط شعراتي. لا أنتي ما رح تعرفي هالشغلة، راسك لازم يتنظف من الأمل. ياسمين تغسلي الشراشف ووجوه المخدات، بس ما تحطيهم مع باقي الغسيل. خدي هذا المقص، الأفضل نقص لها شعراتها، ما بتعرف تهتم بنظافتها. شو؟ ابني البطل كيفك؟ شو عم تساوي بنتي؟ زهرة عم تبكي بابا. وشو السبب؟ هي مأملة وعم بيقصوا لها شعراتها. لا لا تقصي لي شعراتي، اتركيني، لا تساوي فيني هيك. وقفي الأمل، ما بيروح غير بهي الطريقة. شو هذا اللي عم تساوي؟ خلص بكفي، اعطيني هالمقص. هاتي ميرزا، البنت مأملة. في علاج للأمل. السنة الماضية بيلين رجعت مأملة من المدرسة، بس ما قصتي لشعراتها يوما. خلاص بنتي خلاص، لا تبكي، ما رح يقصوا لك شعراتك. ميرزا، مين بيعرف هالبنت شو حاملة أمراض وميكروبات؟ أنت عم تعرض ولادك للخطر إذا خليتها هون، لازم تخليها تروح. أنا ما بدي ضل تحت نفس السقف مع هاي البنت وانتهينا.
ما بدي اسمع صوتك، اسكتي مفهوم؟ بدك يانا نزد زهرة واخوها الرضيع بالشارع؟ ما فكرتي شو رح يصير بحالتهم؟ ما بفكر بشي غير ولادي، والمفروض يكونوا اهم شي بحياتك لانهم هنن اهم شي بحياتي. الو الو، عم اتصل بالسيد ميرزا بس تليفونه مسكر، بعتقد انه مشغول. كنت بدي خبره عن مرأة اجت اليوم على مركز الامن وسألت عنه. تفضل عم اسمع. المرأة قالت لكم شو كان بدها من ميرزا؟ لا ابدا، بس اذا منخبر السيد ميرزا يمكن يعرف. لا ما في داعي تخبره بهالموضوع، انا بعرفها لهي المرأة، وحده مجنونه اجت على بيتنا كذا مره، ما في داعي نشغل بال ميرزا بهيك وحده مجنونه، لا تخبره ابدا. مع السلامه. زهرة حبيبتي، أنا آسف على تصرفهم معك، لا تأخذيني وبعتذر منك بالنيابة عنهم. بترجاك لا تعصب عليهم، هنن ما قالوا ذنب، أنا مو مشان هيك عم أبكي. ليش عم تبكي لك؟ لأني كتير اشتقت لأمي. طيب انت ليش هربتي؟ ليش ساويتي هيك؟ لا ما هربت عن جد، ضعت بالمول. معناها بالمرة الجاية بتنتبهي أكثر، تمام؟ شفتي شو عم يصير معك؟ ايه بعرف، بترجاك صدقني أنا ما عم كذب، حتى أني خفت كتير لما ما لقيت الخالق بهار بالمول. وأنا خفت كتير لما ما لقيتك، دورت عليكي بكل مكان بس المول كبير وطبيعي ما لقيكي. خلص بنتي اهدي، يكفي بكي. صار الوقت ولسه ما اتصل. معقول يكون حكى كل شيء للشرطة؟ لو حكى لهم لكانت الشرطة على الباب أو بيجوا بعد شوي. لهلأ ما في خبر من ديفران، مبين إنه ما قدر يلاقي جمال. لكن شو لساته عم يساوي بإسطنبول لهلأ؟ شو عم تستني بهي؟ اتصلي فيه لنشوف. ماشي أمي. امي ابني ديفرا. ليك امي نوجين جنبي وعم تسأل في شي خبر عن جمال؟ لهلأ ما قدرتوا توصلوا له؟ هاتيه احكي. اسمعني ديفران، خلال هاليومين اذا لقيت حفيدي بيكون منيح، واذا ما لقيته ما عاد تحلم تاخذ الاغوية. اسمعني منيح، إذا ما بتلاقي لي حفيدي وبترجع لي إياه، الآغا رح يكون علي. تمام أمي نوجين، فهمت. خير شو قالت لك؟ ولك علي خربت كل شي. شلون الدكتورة رح تخلينا نقرب منها؟ ها؟ وشو زنبي؟ ها؟ مو هي إلها إيد باختفاء زهرة وجمال؟ الحق عليك أنت، لو حضرتك ما دافعت عنا ما كان صار يلي صار بوقتها. لا تصرخ،
رح لاقي ابنك تمام؟ كيف رح نلاقي؟ بالأول منعرف عنوان اللي اسمه باهار، يعني وين رح يكونوا غير عنده؟ هي مخبيتهم. ألو؟ بكرة الساعة 11 ببيت الكرم. ليلى يلا قومي. شوفي أمي، اتصل كاظم رح نلتقي بكرة ببيت الكرم الساعة 11. شو رح يكون بده؟ ما بعرف، بس الشي الوحيد اللي بعرفه أنه مضطرين نسكته. بعرف أنك شفقان على البنت، تمام مندير بالنا عليها، بس منلاقي لها مكان تاني. شو؟ شو بتقصدي بهار؟ في وحدة من صديقاتي عايشة لحالها ببيتها، ابنها تزوج وراح وزوجها توفى من سنتين، وهيك زهرة منه بتساعدها ومنه بيتسلوا مع بعض، وإمتى ما بدنا فينا نشوفها. شو رأيك؟ بشو عم تفكر ميرزا؟ أنا بعتقد إنه هالحل مناسب ومنطقي. ظن إنه زهرة إنساني، ما أنا شي قطة لقيناها بالشوارع، بس ساتها لهلأ بنت صغيرة ومع أخوها. أنت منتبهة لهذا الشي؟ إيه منتبهة، بس أنا خلص بكفي، فايت نام، تصبحي على خير. زهرة بنتي حبيبتي وينك؟ زهرة زهرة ألو ألو، عم اتصل بالسيد ميرزا بس تليفونه مسكر، بعتقد انه مشغول. كنت بدي خبره عن مرأة اجت اليوم على مركز الامن وسألت عنه. ما رح ارتاح من هالمصيبة اللي اسمها ملك، ما رح اخلص منها. أمي شو رح تعملي بالمسدس؟ إذا ما قبل نتفاهم رح أوصه. بهي خانم خير، أنت شو بدك؟ جهزت الفطور وإجيت لأسألك إذا بدك تاكلي. صباح الخير بابا. صباح الخير أبا. أهلين يا ابني البطل، وصاير وزنك تقيل، ما بقدر أحملك. 100 كيلو ووزنك هالقد. برافو عليك ابني البطل والشاطر. ما شاء الله هالرسمة شو حلوة. وين بهار؟ طلعت من الصبح بكير. معقولة؟ هي إجازة اليوم، ما قلت لك لوين؟ لا أبدا. وين رح تكون راحت؟ يلا ابني انت كمل الرسم.
ما رح اسمح لك تقربي من عيلتي يا ملك. زهرة، جمال، 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 انت مبسوط يا روحي؟ نمت منيح مو هيك؟ يلا تعال امشي نشوف العم ميرزا اذا فايق. بيلين، صباح الخير حبيبتي. صباح النور. يلا لشوف، قومي خلينا نفطر مع بعض. ما بدي أكل، ما بقعد مع هديك المأملة. إذا بدك عدو افطروا لحالكم. بيلين، هي بتهمك أكتر مني، ليش جبتها على بيتنا؟ لا تكوني قليلة أدب، ممكن أي بنت تمر بهيك ظرف، يعني ممكن انت تكوني بمكان زهرة. كنت بتمنى الموت بدل ما اكون مكانها. ما عم اتحمل شوفها بهالبيت، خليها تنقلع وتروح، وإلا انا بروح. انت كيف طلعتي بلا ضمير لهي الدرجة؟ طلعي فيني. بنصحك تنتبهي منيح على كلامك لما تحكي عن زهرة، فهمتي؟ يلا بسرعة، قلي بسرعة يلا. بهية، ليلى، شو صاير لكم؟ مبين انكم ما على بعضكم. ما في شي امي. شو رح يكون في؟ لكن شو قصتكم عم تتهمسوا مع بعض؟ وطول الوقت عم تطلعوا على الساعة. امي، قلت ليلى اني مالي وكتير ضايق خلقي، بلكي بتاخدني شي مشوار. امي نوجين، بدك شي لنجيب لك يا؟ لا ما بدي. معناتها بروح معكم، أنا لازمني كم غرض. لا، أنا وليلى بدنا نمشي كتير بلا ما نتعبك بالركض ورانا. اكتبيلنا شو لازمك ونحن منجيب لك ياهن معنا. صباح الخير. صباح النور. بدنا نشوف الدكتورة بهار ساروهان. اليوم الدكتورة بهار إجازة، ما رح تجي. شكرا. شو رح نعمل هلا؟ شو بيعرفني؟ لازم نجيب عنوانها بأي طريقة. لحظة أخي، فيك تقدم لي خدمة؟ خير، شو لازمك؟ بدي تجيب لي عنوان دكتورة وإلك مكافأة كبيرة. لا تواخذيني، ممنوع حدا يزورها لأنها بالإنفرادية هلأ. فهمني، مثل ما قلت لك أنا مضطرة أشوف ملك اليوم، الموضوع مهم كتير. عم قلك هاي قصة حياة أو موت. لا تواخذيني يا مدام، هيك القوانين ما فيني خالفها. صار وقت الأكل. وبالنهاية البطة الصغيرة اللي كانت بشعة
عرفت انه هي مو بطة بالاساس، لانها كبرت وتحولت لبجعة حلوة، وهيك صاروا كل الحيوانات يتطلعوا فيها باعجاب كبير. رالي قصة تانية. تكرم، رح اقرالك بس بعد ما ناكل. اتفقنا؟ اتفقنا. كفك لك عن. برافو عليك يا بطل، خد هالكتاب. تعالي زهرة. أنا بعتقد الأحسن أني روح من هون. بيلين ونخالي بهار كتير متضايقين بسببي. لا تواخذيني، ما أنهم متعودين على هيك وضع، بس مع الأيام بيتعودوا، لا تقلقي. بعدين أنت ما عملتي شي، بيلين اللي غلطت بحقك، لا تزعلي منها. لو سمحت خليني روح، أنا ما عاد بدي أزعج حدا أكتر من هيك، خليني روح. اسمعي، إذا ما عم تفكري بحالك فكري بأخوكي، لساته طفل صغير، اسطنبول كبيرة، أنتو شو رح تساووا لحالكو؟ رجاءً زهرة، ما بقى بدي أسمع منك إنه بدك تروحي، تمام؟ رح تضلي هون بهذا البيت. أنا بدي روح أشتري غراض من البقالية، يا ترى بدكم شي من هنيك؟ وأنا بدي روح البقالية. معناتا منروح أنا وروزجار ياسمين ومنشتري الغراض اللي نحن بحاجتها، ها؟ شو رأيك؟ ماشي ماشي، تمام، يلا حضري الفطور لبين ما نرجع. زهرة أنت لازمك شي من برا؟ تمام، يلا أسرع. عنوان الدكتورة بهار مكتوب هون. طلع، لا تكون جبت لي عنوان غلط. لا لا لا، العنوان مزبوط. إذا طلع غلط رح أجي وحاسبك. لشوف إذا زهرة وجمال موجودين عندها. Yeah.